السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنه وانتم طيبين رمضان على الابواب ان شاء الله بامر الله هنشتغل مع بعض زينه جميله قوي رمضان الزينه البسيطه اللي هي بتاعت زمان المثلثات التقليديه الجميله بتاعتنا دي انا بحبها جدا أنتي تقدري تشتغلي المشروع باي خيط عندك ما تروحيش تشتري خيط وتتكلفي يعني لو عندك اي بواقي خيوط تنفع صوف قطن مكرميه فرنساوي اي خيط رفيع ينفع لان لو الخيط سميك تخين يعني مش هيبقى ظريف المشروع سهل خالص تقدري تعملي منه مشروع تعملي زينه لبيتك طبعا هتبيعيها براحتك خالص انا هشتغلها معاكم بخيط اليزا ديفا وهتحتاجي معاكي طبعا الخيط زي ما قلنا اللي يعني اللي يعجبك اللي هتشتغلي بيه هنحتاج مقص هنحتاج إبرة تشطيب أو إبرة تنظيف أنا بشطب بإبرة المنجد عشان طويلة حلوة معايا وهشتغل مع الديفا بإبرة واحد وتسعة انتي تقدري بقى تشتغلي بإبرة اتنين ما تكتريش عن ما تكبريش الإبرة عن اتنين علشان خاطر اللي الشغل يطلع حلو ومتماسك كده وزي الفل يعني ماشي هنسمي بالله ونبدأ مع بعض باللون ده هنجيب معانا طرف الخيط ونعمل اربع غرز سلسله نعمل اول عقده البدايه تمام وبعدين نعمل اربع غرز سلسله ادي واحد اتنين تلاته اربعه وباخد لفه على الابره واعمل عمود في اول سلسله تحت في السلسله رقم اربعه يبقى دي واحد اتنين تلاته في السلسله رقم اربعه اهو بدخل واعمل فيها عمود عشان يبقى معايا كده عمودين اللي هو السلاسل والعمود اللي انا عملته هاخد لفة وادخل في نفس الغرزة واعمل كمان عمود يبقى معايا كده كام عمود تلات اعمدة هعمل تلات سلاسل ارتفاع اللي هم هيبقوا بمثابة اول عمود ولف الشغل وادخل في نفس الغرزة اللي انا الاولى عشان يبقى كده ايه الثلاث سلاسل الارتفاع دول عمود واللي دخلته كده ده عمود كمان يبقوا اثنين في نفس الغرزه بعد كده الغرزه الجايه هعمل فيها عمود واحد واللي بعدها اللي هي كانت سلاسل الارتفاع دي في الغرزه الثالثه هنا هعمل عمودين ادي واحد اتنين في نفس الغرزة تمام كده وبعدين يا بنات بنعمل تلات غرز سلسلة واحد اتنين تلاتة ونلف الشغل وناخد لفة وبرضه في أول غرزة هنعمل كمان عمود يعني أول تلات سلاسل بيبقوا كأنهم عمود وهنعمل عمود, عمود فوق كل غرزة هتقابلني. ادي. إيه عمود. واللي بعدها. عمود. واللي بعدها كمان عمود. هيتبقى اخر غرزة في السطر هنا. هنعمل فيها اثنين يعني احنا كده بنعمل فوق كل عمود عمود عدا اول غرزة في السطر وآخر غرزة تمام اهي بعدين نطلع ثلاث سلاسل ارتفاع ونلف الشغل وناخد لفة على الابرة وندخل برضو في اول غرزة هنا ونعمل عمود كده يبقوا اتنين في نفس الغرزة هندخل نعمل في كل عمود عمود لغاية اخر غرزة بنعمل فيها اثنين عمود مش واحد اه اه اخر غرزه اهي هنعمل فيها اثنين عمود ادي واحد وادي الثاني هنلاحظ ان ان الشكل اهو احنا ابتدينا صغير وبيكبر معانا لان احنا بنعمل في اول غرزه هنا تزايد واخر غرزه تزايد اللي هو اتنين عمود في اول غرزه واتنين عمود في اخر غرزه هنعمل ايه هنمشي بنفس الطريقه دي لغايه الطول اللي انا عاوزاه يعني ايه دي ثلاث سلاسل بنعملهم ارتفاع وناخد لفه وندخل في نفس الغرزه نعمل كمان عمود وبعدين فوق كل غرزة هتقابلني هنعمل عمود. آه. تمام? لغاية زي الدور اللي قبله واللي قبله لغاية اخر غرزة بنعمل فيها اثنين عمود. هو بس كده. هي ما فيهاش اي شغل غير كده. بنعمل فوق كل عمود عمود وفي اخر غرزة. اهي. خدي بالك عشان ما تسيبهاش. دي الغرزه اللي هي بتبقى ارتفاع الثلاث سلاسل تمام بدخل فيها وبعمل فيها اثنين عمود ادي واحد وادي الثاني وبرضو نطلع ثلاث سلاسل ارتفاع ونعمل تاني عمود في نفس الغرزه وبنفس الطريقه دي برضو هنعمل كل السطور يعني بصوا انا عماله اعيد وازيد فيها اهو طيب هشتغل بالطريقه دي كام سطر انت اللي بتحددي المقاس بتاعك اللي تحبيه يعني انا شغاله بديفا واشتغلت 12 اه سطر تقريبا مش عارفه 12 ولا 13 هتاكد اه انت بقى لو اشتغلتي بخيط ارفع طبعا هتكتري لو اشتغلتي بخيط اتخن شويه هتقللي انت براحتك اللي بتتحكمي في حجم الوحده يعني انا هنا عملت كام سطر ادي واحد اتنين واحد اتنين تلاته اربعه سته سبعه تمانيه تسعه عشر عشر سطر يعني همشي بالطريقه دي عشر سطر ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته عملنا مع بعض ست سطور هنكمل لغايه ما يبقوا عشر سطر ونرجع نعمل مع بعض الشرشوبه ونشبكهم تمام بنفس الطريقه هتعملي ثلاث سلاسل وتعملي في نفس المكان عمود وبعدين فوق كل غرزه عمود واحد فوق كل غرزة عمود وفي اخر غرزة بنعمل فيها عمودين يعني التزايد في اول غرزة وفي اخر غرزة نخلص مع بعض الثلاثة عشر سطر ونرجع ان شاء الله اهو يا بنات بعد ما خلصنا الثلاثة عشر دور ماشي بنعمل ايه انا قطعت الخيط وبنعمل بنقفل استنى اخر غرزة هعملها اهو وبنقفل الدور وخلاص قفلنا السطر خلاص كده خلصناها هنعمل الشرشوبة ازاي طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا الشرشوبة بس عشان لو في حد ما بيعرفش يعملها بتجيب الخيط بتاعك من نفس اللون حابة تعملي الشرشوبة مثلا مع الاصفر تعملي شرشوبة خضرة مع الابيض تعملي بامبا والعكس براحتك انا حبيت ان يبقى الشرشوبة من نفس اللون انت حرة طبعا في اللي انت هتعمليه هنجيب الخيط بتاعنا تعملي على الاربع صوابع كده وتلفي عدي اللفات علشان تطلع شراشيبك كلها مقاس واحد تمام انا عملت الشرشوبه دي خمسه وتلاتين لفه هي شرشوبه مليانه حلو ماشي ادي تلات لفات هعد على ايديا خمسه وتلاتين لفه وارجعلكوا تاني ادي إيه الخمسه وتلاتين لفه طبعا هتقولوا طب انت بتعدي اللفات ليه دي حقيقة شرشوبة بعد اللفات علشان خاطر الشرشوبة بتاعتي في كلهم يعني يطلعوا نفس الحجم ونفس المقاس بالظبط بالظبط ما يبقاش في اختلاف بعد ما عملت الخمسة وثلاثين لفة على ايديا اهو هقطع الخيط تمام والخيط لسه على ايديا زي ما هو هجيب حتة كمان من الخيط اهي واقطعها حتة اهي حتة خيط اهي قطعتها حتة خيط طويلة شوية مش يعني مش طويلة ولا قصيرة واروح جاية مدخليها هنا في قلب الخيط اهو في قلب الدايرة اللي انا عاملاها اللي كانت ملفوفة على ايديا دي واربط اربطي ربطة كمان للامام تمام بعد كده بتيجى هنا وتقطعى الشرش الشرشوبه لان طبعا كانت مقفوله عشان الدائره دى تمام اهى ماشى طيب بعد كده بعمل ايه بجيب حته كمان من الخيط اهي وامسك الشرشوبة في ايديا كده حتة الخيط اللي انا قطعتها دي امسكيها كده تبقى اطول من هنا من الشرشوبة عشان ما تتلخبطيش بينها وبين آه خيط الشرشوبة تمام ماشي يا بنات اطول من خيط الشرشوبة شوية وامسكها كده واجي هنا ببقى ظابطه الشرشوبه بتاعتي كده واجي هنا والف هنا حوالي ست سبع لفات تمام اهي بعد ما لفيتها طرف الطرف ش... اهو اللي انا لفيته والطرف الثاني قلت لكم انتوا لو كنتوا عملتوا الطرف ده سوا دي هتتلخبط هنا اثناء ما بتلفي هتاخدي الطرفين دول وتعقديهم عقدتين اهو تربطيهم ربطتين أه. طيب بعد كده بتعملي ايه انت ممكن تسيبيهم كده وتقطعي بس انا بعمل ايه ابرة التنظيف بتاعتي بجيبها وبدخلها من جنبهم من هنا وبنزلها تحت في الشرشوبة كده ماشي وبلضم الخيط بتاعها بلضم انا قصيت بس عشان هي كانت طويله بلضم الخيط بتاعها اهو في الابره بعد ما دخلتها لحظه بلضمها بس عشان أبقى... تبقى واضحه بالنسبه لي اهي بعد ما لضمتها اول طرف لضمته وتاني طرف لضمته برضو انا لضمت انت لو شغاله بابره اصغر من بتاعتي الضمي طرف ودخليه وبعدين الضمي التاني بس عشان انا الابره بتاعتي كبيره والعين واسعه تساعد ان انا ادخل الاثنين فتمام اهو بعد ما لضمت الخيط بقوم شده بتنزل في قلب الشرشوبه وبشدها كده ثواني دي ما تشدتش كويس اهي وادي الشرشوبة بتاعتي خلصت وبسويها بقى كويس وبركبها طيب بركبها ازاي بمسك هنا الطرف ده طرف المثلث بتاعي من تحت من هنا ما بدخلش في العقدة بتاعت غرزة البداية يعني انت عندك اهو بص عقدة غرزة البداية اهي باينة اهي ما بدخلش فيها ليه علشان ما تشدش مني كده بدخل في اول سطر انا عملته في النص وبسحب الفتله دي اهي وبربطها مع اختها خدي بالك عشان ما تربطيش دي في الخيط اللي انت قطعتيه انا ما نظفتش الخيط انا برضو بدخله في قلب الشرشوبه يعني الخيط المثلث ده اللي هو بيكون هنا تحت انا ما نضفتوش انا بدخله برضو في قلب الشرشوب فانا معي الطرفين اهم هربطهم عقدتين وبعملهم نفس اللي عملته في الخيط التاني بدخله في قلب الشرشوبة برضو لتحت وسوي بالخيط اللي في الشرشوبة يعني عملت العقدتين اهم وبجيب ابرة التنظيف بتاعتي بس بدخل المرة دي منين من اقرب نقطة ليها يعني الخيط بتاعي اهو بدخل من جنبه هنا من من, من راس الشرشوبه دي كده وبدخل الابره وبلضم الخيط برضو واشد ويبقى كده الشرشوبه بتاعتي خلصت واتركبت اهو ادي وطرف. والطرف التاني برضو بنفس الطريقه والطرف التالت بتاع نهايه او بدايه الشغل او بدايه المثلث اهو تمام كده فاضل طرف الثالث ادخل برضو من راس الشرشوبه وادخله في قلبها ثواني عشان لضمت على ال... خدي بالك عشان وانت بتلضمي ما تل... ما... الخيط ما تلضميش حته منه حته لا يقوم ايه يبقى شكلها بايظ تمام كده اهو ادي الشرشوبه بتاعتي بعد ما ركبت طبعا هتلاقي الخيوط الطويله دي نظفي بقى الشرشوبة وظبطيها امسكي شرشوبتك كده وايه وظبطيها كده مرسي هوايتك في قص الشعر فيها آه. ظبطيها وكده خلصت الوحده بتاعتي اللي هنعمل بيها الزينه الجميله بتاعتنا طيب بعد كده بتختاري اللون اللي هتجمعي بيه الوحدات وتختاري ترتيب الوحدات بتاعتك او ترتيب الالوان وبعدين انا هجمعها بالخيط اللي هو الاوف وايت ماشي هجيب معايا اول وحده هجمعها اللي هي الاوف وايت انا هعمل ترتيبهم ايه ترتيبهم اوف وايت بامبا وبعدين اخضر وبعدين اصفر وتكرري بقى براحتك ممكن بقى تعملي الترتيب تلخبطي تعملي دي ايه براحتك زي ما انت عاوزه همسك الوحده بتاعتي خدي بالك الوحده بتاعتك ملهاش وش وملهاش ظهر وشها زي ظهرها لان احنا رايح جاي رايح جاي فالوش زي الظهر فهمسك الاول الخيط اهو اللي هجمع بيه اعمل عقدة بداية. واعمل عدد سلاسل اللي يريحنى اللي هي هتبقى طرف الزينة. اعملي عدد سلاسل او حتة سلسلة براحتك. ولتكن كده مثلاً ايه عشرين سنتي خمسة وعشرين سنتي. دي الحتة اللي هتبقى ايه? طرف فرع الزينة. غرز سلاسل عادي كده. من غير ما تعدي ولا اي حاجه اديني اهو استغلت يا بنات حته السلسله دي هجيب القطعه بتاعتي من هنا من عند طرف الخيط ده انتي عايزه تنضفيه في الوحده وتقطعي براحتك انا ما نضفتوش هدخل في اول غرزه هنا وهشتغل عليه ماشي دخلت بالخيط بتاعي اهو يعني انا عملت السلاسل معايا اهي دخلت بالخيط بالابرة بتاعتي هنا. وهسحب واعمل غرزة حشو. وهدخل في كل غرزة واعمل غرزة حشو. خدي بالك الخيط بتاعك ده هتشتغلي عليه. في كل غرزة هتقابلني هعمل غرزة حشو. يا بنات هشتغل فوق كل غرزة غرزه حشو هخلصها لنهايه السطر فوق كل غرزه اهي غرزه حشو غرزه الحشو طبعا اهي معروفه وسهله ان شاء الله هنخلص غرزه الحشو دي السطر ده ونرجع ان شاء الله خلصت يعني لغايه الاخر وارجع لكم اهو يا بنات بعد ما اشتغلت فوق كل غرزه غرزه حشو واشتغلت زي ما قلت على الخيط ده القطعه اللي بتفضل دي بقى قصيها خلاص كده انت ايه مش هتبقي محتاجه تنضفي تمام كده حابه انت بقى تخلي الوحدات بعيد عن بعض ممكن تعملي كام غرزه سلسله وتعديهم طبعا عشان يبقى الفرق بين الوحده دي والوحده دي قد السلاسل دي تعملي غرزه سلسله كده وتشبكي بنفس الطريقه الوحده اللي عليها الدور بس انا مش هعمل كده بس انا يا بنات مش حابه يبقى فيه فراغ بينهم انا حابه تبقى الوحده لازقه في الوحده تمام فبوصل هنا زي ما قلت لنهايه السطر وبجيب الوحده اللي عليها الدور برده من ناحيه الخيط عشان اشتغل عليه ماشي فبجيب الوحده اهو وبدخل هنا على طول في الغرزه اللي عليها الدور تمام وبرضو يا بنات بشتغل فوق كل غرزة هتقابلني غرزة حشو وباخد الخيط بتاعي معايا امان للشغل فوق كل غرزة غرزة حشو لنهاية الدور تمام اهي هخلص الدور معاك وانا شغالة عليها هخلصها للنهايه ونوصل برضو واحده مع بعض كمان علشان ايه زياده تاكيد بعد يا بنات ما وصلت لنهايه الوحده وشوف التقفيل بيبقى جميل ازاي والغرز انيقه كده وشكل بعضه حلوه ماشي برضو زي ما قلنا انا وصلت اهو بقطع حته الخيط اول باول نضفيها كده بعد كده هوصل القطعه اللي عليها الدور هنوصل بالاخضر بنبتدي من ناحيه الحته اللي انا سايبه فيها الخيط هدخل على طول في اول غرزه انا ما بسيبش سلاسل يا بنات بينهم بدخل على طول في اول غرزه اهو بعمل غرزه حشو وبشتغل برضو فوق كل غرزه غرزه حشو وبشتغل على الخيط بتاعي هشتغل بنفس الطريقه دي عدد الوحدات براحتي اللي انا حباه عدد الوحدات براحتي اللي انا حباه طيب بعد ما بتخلصي عدد الوحدات بتشوفي بقى انت عامله القطعه بتاعتك دي كام متر انت براحتك يعني انت حسب المكان اللي عندك او حسب الاوردر المطلوب منك تمام تخلصي بقى تعملي بقى تكرري تعملي لونين تعملي خمسة الوان تعملي عشر الوان براحتك خالص ممكن تعملي الوان جنجاب تبقى جميلة برضو انتي وحريتك طيب تسعير فرع الزينه ده كام؟ هنقول تسعير الديفا علشان انا دلوقتي شغاله لكم بالديفا المتر بتاعها المتر بتاعها الزينه اللي هي لازقه في بعض دي لان المتر بتاع الزينه اللي بينها فراغات تمنه غير تمن الزينه اللي هي الوحدات لازقه في بعض زي دي طيب اللي انا شغالاها دي المتر بتاعها بكام؟ المتر بتاعها بستين جنيه تقريبا تمام بستين تقريبا اللي هي نفس الوحده دي بال بالديفا اللي لازقه في بعض كده تمام المتر بتاعها بتعملي المتر بتاعها بستين جنيه طيب اه الثانية اللي هي لو في فراغات بين المتر بين بين الوحده والوحده يعني مثلا لو عملتي خمس ست سلاسل بين كل وحده ووحده المتر بتاعها هيبقى ب 50 ماشي دي انا قلت 60 ده بدايه سعرها انت ممكن تزودي ل 70 براحتك دي بدايه السعر او اقل حاجه في السعر كده انا خلاص عملت لكم خلاص الزينه طبعا في الاخر بعد ما بتوصلي كل الوحدات اللي انت عاملاها ايا كان عددهم بعد ما بتخلصي بتعملي طرف قد الطرف اللي انت عملتيه في اول الشغل وبعدين تقطعي بس هو كده الفرع الزينه بتاعنا اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين وما تنسوش اللي مش مشترك في القناه يعمل اشتراك واللي مش عامل لايك يعمل لي لايك ت... وهستنى التعليقات بتاعكم ما تنسوش ان دعمكم ده بيديني دافع للامام اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل سنه وانتم طيبين